حتى لو بعد 10 سنين كم عمرنا هو لا يجي عندك المقطع رجال الاتحاد وصل النهائي التذكره على حسابي صراحه عجبني سنغافور ليش يا ابويا لو وصل النهائي في اي بي هذا احلى انا اللي قلت بصراحه كاس العالم للانديه ايش تتوقع الفريق اللي راح ياخذ الكاس تاني في لايك لا حول ولا قوه الا بالله لا اسمع قفل الحلقه قفل الحلقه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان ومعاكم أخوكم مصعب القاضي كيف حالكم أتمنى أنكم تكونوا بخير وزي ما وعدتكم يا جماعة إن شاء الله المرة الثانية هنا في آسيا الصغرى اللي هي سيتي وول سابقا معانا كمان ضيفة مميزة اللي هي ديالة عراف ما شاء الله تبارك الله يا جماعة زي ما أنتم عارفين ديالة فنانة والآن ما شاء الله تبارك الله كمان فكت محتوى جديد في الانستغرام حاط لكم الحساب الجديد وتابعوه صراحة حقيقي بتقدم حاجات جميلة مو قدك الله صراحة لا كلنا ان شاء الله نتعلم من بعض وان شاء الله ندعم بعض بالمناسبة قبل ما نبدا الفيديو يا ديالة كم لايك للفيديو 200000 لايك انا شايفني طالع من فانوس ده جاي حق احلامه هنا 200000 لايك لا حول ولا قوة الا بالله لا اسمع قفل الحلقة قفل الحلقة خلينا نمشي البيت سبحان الله ما تعرف يلا ما في مشكلة ممكن تجي اليوم يا ديالة انا حخليك انت تعرفي الناس ليش نحن مسوين الحلقة تمام تتوقع هيعرفوا ولا ليش نحن مسوين ليش؟ عشان ايش؟ كأس العالم ايوه كأس العالم للأندية هنسأل الناس هل هم عارفين ليش وقفوا عليه آسيا الصغرى هنا او لا وفي نفس الوقت هنشوف ايش الفرق اللي يشجعوها وايش الفريق اللي حياخد كأس العالم للأندية انا زي ما قلت لكم يا جماعة في الفيديو السابق انا اتمنى انه الاتحاد ياخد كأس العالم صراحة يعني فريق عربي وفريق سعودي ويستاهل ان شاء الله انا راح ابدا معاك انت في البداية دي ايوه ايش رايك في الدوري السعودي بعد النجوم العالميين جو السعودية والله الصراحة ما شاء الله يعني شيء كبير يعني مرة متحمس انه انا احضره وصار من افضل الدوريات ايوه صراحة من ضمن افضل 5 دوريات في العالم وانا متحمس جدا رغم انه انا صراحة يعني ما لي في الكورة كثير لكن صراحة انا الاتحاد انا اتحادي يعني في نفس الوقت جدا وطبعا كل ناس جدا معروفين بشجع الاتحاد والعميد تحديدا فنحن نتمنى صراحة فوز الاتحاد باذن الله وندعم الاتحاد من صميم قلبك ان شاء الله نبدا بعد كده حلقتنا يا ديالة يلا تعالوا معانا خلينا نبدا حلقة زينة ليليان صالحة طيب كيف الاجواء اليوم؟ ما شاء الله مرة حلوة الاجواء هو شوية حر بس مرة انبسطنا طيب ايش سويتوا اكثر شيء ايش حبيتوا؟ الصراحة اكثر شيء انبسطنا فيه انه السكوتر مرة يسهل انه المشي وكذا ايوه 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 والكونسرت مرة كان حلو الدي جي ولاي منطقة حبيتوا اكثر؟ في الفلبين ليش؟ عشان الاجواء والناس والمطاعم مرة يعني أحلى المحلات في الفلبين كلكم فلبين؟ أنا صراحة عجبني سنغافور ليش؟ عشان الدي جي هناك طيب تعرفوا ليه أصلاً سووا آسيا صغرى؟ عشان تقطف عن آسيا وإيش عشان ال ايوه عشان الكورة هذاك اللي وين كأس العالم ايوه تعرفوا متى حيكون كأس العالم في السعودية؟ متى؟ ديسمبر 2000 لا والله ما أعرف 2000 لا 2034 ايوه صح ايوه 2034 واو لا والله متحمسين كم حيكون اعماركم وقتها 35 وانتي دقيقه خليني احسب كذا 10 سنواتكم والله ما ادري 90 انا حكون ان شاء الله 27 طيب سيتي وقده ولا اللي قبله لا هذا مره هذا وانتي هذا وانتي الصراحه اللي قبله عشان الالعاب هنا كان فيها العاب زيادة اليوم لعبتوا فزتوا في شيء ولا ما لا لسه دحين بالسكوتر دوبكم جايين انتوا بالسكوتر ايوه ايوه تمام يعطيكم العافية مرة شكرا الله يعافيك عرفنا عن اسمك علي العامل ريان خالد درس الهاشم عارفين ليش وقفوا فعالية أصل الصغرى اللي هي سيتي وقفة سابقا ناخذ نظرة عن العالم عن الشرق الأوسط تمام بس ايش أكثر منطقة عجبتك في سيتي ووك أو آسيا الصغرى؟ الأندلسية المنطقة الأندونيسية طيب ايش رايك في الحديقة اليابانية ساكورا؟ حلو والله تمام طبعا هي فك الفعالية دي بمناسبة كأس العالم للأندية الأندية اللي يقام ان شاء الله في مدينة جدة اخذت تذاكر لكأس العالم ولا باقي؟ لا والله باقي ما لحقت شكلك ما في طريقة الا تشتري من السوق الأسود طيب ايش اي فريق تشجع؟ الهلال والله يعني ما انتوا اتحاديين؟ لا هذا اتحادي اتحادي في الصميم خلاص معناه بنزيما انت لازم تشجع بنزيما ان شاء الله خلاص حلو معناه انه يتوقع فوز الاتحاد ان شاء الله بكاس العالم للانديه باذن الله ايش رايكم في الدوري السعودي؟ والله دو جميل والله خصوصا بعد ما جو اللعيبه اي بعد ما جو اللعيبه العالميين اصبح من اقوى الدوريات تقريبا ايوه في السعودية يعني في العالم كل العالم صار تابعين سؤال اخير
كاس العالم 2034 كم راح يكون عمرك؟ 32 نفس العام 34 ما شاء الله تبارك الله وانا راح يكون عمري 43 ما شاء الله انت ابو عيال صير خلاص شيف انا شيف زي ما يقول حبايب الله يديكم العافيه امي ماريا طيب كيف شايفه الفعاليات حق اليوم؟ والله حلوه بس يعني سيتي وك القديم احلى بكثير طب لعبتي كم شيء ولا بس أيوة. ما اشوف عندك لعبه ما لعبت شيء زي كذا بس لعبت المقص ما تخافي لا ما اخاف انا عكسك اخاف مره طيب تعرفي ليه سووا مهرجان اسيا لا مره ما اعرف سووه عشان كاس العالم من جد ايوه ما شاء الله طب عندك خبره في الكوره ولا مو مره الصراحه طب تعرف متى حيكون كاس العالم والدوري في السعوديه لا متى 2026 لا متى اكثر 2030 34 2034 جد تعرف كم حيكون عمرك وقتها؟ اتوقع 24 شيء كذا طيب خلاص بس شكرا لك شكرا احمد فايز بالنمر طبعا هو يمشي كذا كذا يمشي كذا كذا ياهو يمشي كذا كذا الله يعطيك العافيه شكلك ما شاء الله تبارك الله متحمس الحمد لله ايش رايك يا ابوي معي نمر اكيد اسيبه بس نمر اهم حاجه اتحادي بالدم العميد طيب اخذت التذكره ولا ما حط كل المباريات ما شاء الله تشوف النمر كذا في الملعب والله حلو عارف ليش وقتوا مهرجان اسيا الصغرى اللي هو سيتي وقت سابقا ايوه ليش فعاليات وبمناسبه كاس العالم للانديه يا سلام ايش تتوقع الفريق اللي حيفوز شايل البطل انا شايل البطل زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده انا اتوقع انه ان شاء الله الاتحاد راح يشيل كاس العالم هالاند حيمشي هو يبكي وصراحه اذا حجازي حيشيل الكاس ان شاء الله باذن الله تعالى نتمنى ذلك ايش رايك في الدوري السعودي بعد ما جاء النجوم العالميين يكفي الحكومه كيف الحكومه بنزيما خلاص بنزيما يكفي افضل لاعب في العالم شايل البلندور زي الدوري تقول لي كيف الدوري اكيد صدقني لو الاعلام من افضل 5 دوريات في العالم اكيد صحيح ما فيها كلام شيء ثاني بمناسبه كاس العالم 2034 بعد 10 سنوات كم راح يكون عمرك 38 شكرا لكم ان شاء الله نتمنى فوز الاتحاد باذن الله حنزل الملعب واحتفل مع النمر ذا انا والكاس الاتحاد النهائي تذكر عليه يا ابوي وصل النهائي في اي بي هات رقمك في اي بي خلاص انا في كل مباراه انا في الرابطه خلاص في الرابطه بكلم في اي بي يقول له فاز الاتحاد في اي بي المباراه النهائيه يا سلام خلاص انتظروا التذكره في اي بي ان شاء الله ولو فاز الاتحاد بكاس العالم والله معزوم على المطعم اللي تبغاه في جده الله يسعدك والله العظيم الله يسعدك يا رب حبيبي انت كريم ونحن نستحق تحب تشجع الاتحاد اكيد يا سلام يبدو انا من جده خلاص ما احتاج يا سلام الله يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب سمنين تمام كيف الفعاليات اليوم معاكي مره تجنن كويس عجبتني صراحه استمتعت من متى انت هنا من العصر ما شاء الله طب لعبتي كم شيء ولا ما شفت لعبه في يدك لا ما كسبت لا ما كسبت طب ايش اكثر منطقه عجبتك اليابان مره تجنن الالعاب والشكل هيجنن كمان الاشياء اللي فيها لا باقي بس ما دكتي أكلهم ولا أي منطقة تمام تعرف ليش مسوين مهرجان آسيا الصغرى مرة ما عندك خبر هنا الدنيا كأس العالم شو تعرفي صح؟ اللي أعرف كأس الأمس لا مسوينه عشان مناسبة مهرجان كأس العالم مهرجان ده مسوينه عشان كأس العالم عندك خبرة للكورة؟ عندك خلفية عن الكورة وكذا؟ يعني شوية طب متى حيكون كأس العالم السعودي؟ سنة كم؟ 35 او 30 34 كم كان حيكون عمرك يمكن 25 26 صغيره ما شاء الله تمام يعطيك العافيه محمد صديق الهلالي هلالي مره هذه هلالي ولا من الرقابي لا هلالي يسي انا اضحك تشجيع الاتحاد يعني اوكي لا الاتحاد عندنا طيب الاسم الحركي الاسم الحركي كثير انت عارفه شنو طبعا يا جماعه تمساح ده صديق الطفوله يا جماعه انا بعرفه باسم تمساح لقيته قلت له لازم يا تمساح تطلع معي في الفيديو انا سامي طبعا كثير يا جماعه من دمام مدائن الفات قبل ما يهدوا بيتنا كان وين بالضبط دمام مدائن كم سنه حابين نسالك يا تمساح احنا حاطين بالاسم الحركي حقك حابين نسالك يا تمساح حلو ليه عملوا المكان انت عارف ليه
والله اول حاجه السنه اللي فاتت هو سيتي ووك كان عندنا يعني فعاليات كثيره تمام. كانت حلوه جدا السنه اللي فاتت. طيب اوكي اذا انت تطرقت للموضوع ده شايف الان احلى ولا سيتي ووك اول؟ لا سيتي ووك اول. ليه؟ كان في العاب كثيره ما يعني طيب كان في العاب السنه دي ما في الالعاب دي يا جماعه ما كلها بتمشي الرياض انت ما عارف ما ما احنا مش لها هناك لا لا ان شاء الله باذن الله تعالى طق ناسبتك هنا يعني الصين اليابان برضو قول السؤال ثاني كل عام رهيب رهيب جدا تمام الله يعطيك أيوه. العافيه الله يعافيك. بالنسبه لمناسبه كاس العالم للانديه تتوقع مين اللي يشيل الكاس؟ اتحاد اتحاد انت يعني مع الحكومه يعني بنزيما ايوه ايوه اكيد اكيد اتحاد على الصليب طيب يا تمساحس معني في ناس كده قدموا تقدموا تذاكر وفي ناس قدمت حاجات بفوز الاتحاد انت حتقدم شنو؟ والله طبعا ليلى اي حاجه كله للاتحاد الدعم المعنوي في ناس في ناس قاعده بتقدم تذاكر في اي بي في ناس قاعده بتقدم حاجات تمام أيوه. يا جماعه شكله اسمعوني شكله محصور ما قادر يقدم حاجه خلاص عافيناك من السؤال حبيبي عليك ابوي فرصه سعيده والله يعطيك العافيه شكرا على دوك تسلم تسلم الله يعافيك ان شاء الله مصطفى فهد كيف حالكم؟ والله الحمد لله تمام ايش رايكم في الفعاليه اسيا الصغرى؟ والله ممتازه والله ما شاء الله يعني ابداع عارفين بالمناسبه ايش وقت الفعاليه؟ كاس العالم للانديه ما شاء الله تبارك الله انت اول شخص صراحه يجيبه صح اول شخص يجيبه صح نص الناس يقول لك لا ما احنا عارفين طيب ايش مدى حماسك لكاس العالم للانديه اخذت تذكره للمباريات ولا ما اخذت والله ابغى كنت تذكره صراحه لكن نصها راحت والله وغالي صراحه شكلك ما انت اتحاد انا اتحادي لكن ايش اسوي ان شاء الله يعني نتمنى فوز الاتحاد ان شاء الله ان شاء الله هو يشيل الكاس باذن الله باذن الله تعالى وايش رايكم في الدوري السعودي بعد ما جو النجوم العالميين؟ افضل انا اشوف انه من افضل خمس دواري في العالم صح صراحه صار يعني بالنسبه لي من افضل خمس دواري في العالم صحيح صحيح صح ودي حاجه يعني انا اشوف يعني كمان افضل من الفرنسي لا ما شاء الله صراحه اي والله الصراحه يعني صراحه يعني اللعيبه عكسوا حاجة جميلة جدا على الدوري السعودي وكمان عكسوا صورة طيبة جدا على المملكة العربية السعودية. بالمناسبة كأس العالم اللي حيقام بعد 10 سنوات تقريبا، الآن داخلين احنا على 2024 راح يكون كأس العالم في 2034، كم راح يكون عمرك؟ الله 28 شو اسوي بعد؟ برضه 28 28 سنة العمر كله يا رب، وأنا دائما بقولها في كل مقطع حيكون عمري 43 سنة شيب. الله يطول في عمرك حبيبي يا رب، شكرا على وقتك الله يعطيكم العافية. وانت لينا رودي رانيا مروة طب كيف فعاليات اليوم كيف شايفينها مرة حلوة مرة حلوة ايش اكثر شيء عجبكم ترند احنا كنا في ترند جينا عشان الرعب كنت بالهند بجنه تن ثڑک ثڑک ڈھولتا ش ڈھڑک ڈھڑک بن ترند فاحنا ندمنا انه من زمان كنا نيجي ايام مكان اسمه سيتي ووك فعمرنا ما دخلنا ترند فذي المره دخلنا مره ندمنا انه اول ليه ما جينا طب سيتي ووك اللي قبله ولا ده لا هذا احلى هذا احلى انا اللي قبل صراحه اللي قبل ليش اللي قبل كلهم في مكان معين اول هذا اوكي ما شاء الله حتى هذا نفس الاشياء بس صار تغيير حاجه حلوه ايش اكثر منطقه عجبتكم الرعب ترند منطقة بيت الرعب لا هي قصدها المناطق اللي موجودة ماليزيا كوريا أنا سيليا اليابان اليابان انبسطنا في اليابان كلكم اليابان في شارع اليابان مرة انبسطنا وكانت مرة حلوة والإضاءات والأنوار في كل مكان أيوة أكثر حاجة طب تعرفوا ليه مسوين مهرجان آسيا الصغرى؟ إحنا مستغربين إلى الآن إيش الفائدة؟ عشان كأس العالم إيش كنتي؟ لا عشان كأس العالم تعرفوا متى حيكون كأس العالم السعودي؟ 2000 2000 34 صح 2034 كم حتكون عماركم وقتها كم اكون عمري انا كهلة بس لا عشان نسووا هذا حيجلس ولا حيقفل هذا لا يعني حيقفل اتوقع بس لسه باقي له يمكن كم اكثر من شهر تقريبا 24 حيطول اي شك فيه لسه حيطول حتلعب في فعاليات جديده اول مره اليوم اول مره نجي في اسيا الصغرى تكرروها لا اكيد ان شاء الله شكرا لك محمد الغامدي تشرفنا يا سيدي الشرف لي ايش رايك في الفعاليه والله الصراحه الفعاليه مره حلوه ولهم كم شهر ما فتحوا وجددوا اشياء كثير جابوا اشياء مره حلوه ايش رايك في اسيا الصغرى هل انت تفضل الان ولا ايام السيتي ووك لا صراحه الحين الحين افضل صح صراحه اليابانيه واشياء جديده هذه صحيح ناس كثيره صراحه بيقول لك لا افضل سيتي ووك اول انت ايش رايك صراحه عجبتني الحين أنا اول مره لي اجي اول مره إيه اول مره لا قبل كذا جيت السيتي ووك إيه لا لا تمام حلو عارف ليش بقول فعاليه اسيا الصغرى
كاس العالم للانديه. بمناسبه كاس العالم للانديه صحيح، انت ثاني شخص تقول الاجابه صحيحه. تخيل اني سعيد بنفس مودة دوبي قابلت سعيد معهم قابل مودة اللي يفك الفعاليه. لا هي واضحه ترى. صحيح صحيح. اي فريق تشجع؟ اتحادي. اتحادي طبعا اكيد. إيه. اتحادي في الصميم. طيب انا ما حنفوز بس يعني كيف اتحادي وما تحبوا؟ ابغى افهم كيف اتحادي وما تحبوا يعني السيتي. اوكي كيف اوكي. لا لا مين تتوقع يشيل الكاس؟ والله الصراحه انا افضل مانشستر سيتي. انا اشجع اصلا. اها يعني طيب انت اتحاد المفروض تشجع فريق عربي بتدعم بلدك. شجع اتحاد لين المباراه. هذا ان شاء الله اتمنى فوز الاتحاد ان شاء الله باذن الله تعالى. في كاس العالم 2034 بعد 10 سنوات كم راح يكون عمرك؟ يكون عمري 29. وكم تتوقع راح يكون عمرك؟ 34 35 43. اي شخص يقول له اي شخص يقول له الكلام ده ينصدم. 33 ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. والله شكلك 20 كذا. الله يعطيك العافيه. اعطيتني حماس صراحه. ترى مدحه. الله يعطيك العافيه. سلمى وانت ايش اسمك؟ دايم. تمام. كيف الاجواء معاكم؟ كيف؟ مره حلو، احس شيء جديد. طيب سيتي ووك هذا ولا اللي قبله؟ صراحه اللي قبل احلى. اللي قبل نفسي يعني نفس الشيء كله تشاينا يعني زي كذا. وانت ايش عجبك اكثر، هذا ولا اللي قبله؟ هذا. هذا ليش عجبك؟ لان يعني كذا. فزتي في شيء؟ ايوه. شفتك ماسكه دبدوب، من فين فزتي؟ انت فزتي ولا احد لعب لك؟ وانت فزتي في شيء؟ لا ولا حاجه. ولا شيء؟ دوام. تعرفي ايه سوى اسيا الصغرى؟ لا. بناسبة ايش؟ مرة؟ سواها بناسبة كاس العالم. عندك خبرة في الكورة وزي كذا ولا لا؟ شوية. دوام تعرف متى هيصير كاس العالم في السعودية؟ في 2030 شيء زي كذا. 2034. تمام، يعطيك العافية، شكرا شكرا ليكي. اسمي عبد الرحمن. اصيل. حابب اسألكم يا جماعة، ايش رأيكم في الفعالية اليوم؟ والله الفعاليات حلوة. ومبسوطين. كل حاجة. ايش اكثر منطقة عجبتك في اسيا الصغرى؟ كل المناطق. كل المناطق؟ سنغافورة ممكن. سنغافورة. دائما كل الناس بتجتمع على سنغافورة. ليه؟ عشان هناك الدي جي وال طيب ايش رايك في الحديقة اليابانية؟ والله كلها حلوة. انا صراحة اكثر منطقة ناسبتني الحديقة اليابانية. وانا بعد اليابان صراحة كانت حلوة صراحة ما شاء الله، وبالذات في العصرية يعني الساعة 5 كذا تكون الاجواء مرة حلوة. عارفين ليش وقفوا المهرجان؟ ليه؟ بمناسبة كأس العالم للأندية، إيش مدى حماسكم للكأس العالم للأندية؟ صراحة إحنا فخورين بالمملكة العربية السعودية إنها فعلاً إنجازات عظيمة جدا جدا صراحة. نعم، وعندنا استضافة الإكسبو 2030. أيوة معرض الإكسبو 2030. الحمد لله هذا نعمة من الله. وكمان كأس العالم. كمان كأس العالم. 2034. 34 35. بالمناسبة دي كم راح يكون عمرك في كأس العالم 2034؟ لا عادي أنا أقول عادي، أنا راح يكون عمري 43 سنة. عمري إن شاء الله 45. ما شاء الله العمر كله. إن شاء الله تكون عندك أحفاد، مو عندك عيال، عندك أحفاد إن شاء الله. إيش الفريق اللي تتوقع ممكن يأخذ الكأس العالم للأندية؟ تبغى أنت تبغى أمنية ولا توقع؟ توقع. توقع مانشستر سيتي. وإيش تشجع؟ شجع الاتحاد. اكيد طبعا لازم الوطنيه لابد منها. انت اتحادي ولا مين فيكم اتحادي؟ كلنا اتحاديين. اها ما شاء الله اتحاديين في الصميم. انا كمان اتحادي بس صراحه ما ليا في الكوره، لكن عشان من جده وصراحه يعني شيء نفتخر به انه الاتحاد يتأهل لكاس العالم. رجال الاتحاد سجل عندك المقطع، رجال الاتحاد وصل النهائي التذكره على حسابي باذن الله. باذن الله تعالى خلاص تذكره على حسابي يا جماعه، والان كمان حاخذ رقم تليفوني عشان خلاص رقم تليفوني اذا وصل الاتحاد ان شاء الله تذكره على حسابي. تذكره النهائي على حسابه باذن الله. الله يعطيكم العافية وشكرا على وقتكم. استهمجة طيب. استهمجة طيب. هلا كم العافية. طبعا المرة دي صراحة ما حتكون استهمجة. يا ايش. شكرا طبعا يا جماعة ما شاء الله تبارك الله انتم قدوة صراحة في اليوتيوبر. يا حبيبي. يوتيوبر مبتدئ صراحة. انا انسان معجب بك. عقبال المليون سبسكرايب يا رب. يا رب يا حبيبي. الله يسعدك يا عزيز الله يسعدك. حقيقة انا فرحان جدا جدا. يا حبيبي. ان انا قابلتكم صراحة. يا بعد راسي. سحس. هلا. ايش رايك في كاس العالم في الانديه؟ ايش مدى حماسك في كاس العالم في الانديه؟ يلا روح. مره متحمس. كم عمرنا حيكون وقتها؟ كاس العالم في الانديه قريب. بعدين حتى لو بعد 10 سنين كم عمرنا؟ هو لو عزيزني عمره 60 سنه عمره طيب. متحمس والله. حتلعب الاتحاد؟ ايوه انا مره متحمس. ايوه ان شاء الله نتمنى فوز الاتحاد باذن الله. بمناسبه كاس العالم الاهلي كمان هو في 2034. ليه الاهلي؟
كم راح يكون عمرك؟ كم راح يكون عمرك دحين؟ 30 سنة أنا حيكون. 43 سنة. ما شاء الله 43 والله مو باين. لا لا بعد 10 سنوات. بعد 10 سنوات. أيوه ما حيصير عمري 40 وسح 57. إلا والله. لا والله. طب كم حيصير؟ ليه شفت كلامي صح؟ أنا عارف سح 57. الله يسعدك. شكراً. بعد راسي والله يعطيكم العافية. تعبناكم معنا. الله يعطيكم العافية شرفتي. أنا حاخذ السماعة دي عشان حقي. يعطيكم العافية شكراً. أهلاً وسهلاً معاكم حنين فتوح. اهلا ستايلست حنين قاعد جهز الشوز من دحين ترى ما باك تحكي لي عن اوتفيت ايش رايك في الفعاليه اليوم جميل جدا حلوه للعوائل صحبات ناس جميل جدا ايش رايك تحبي اسيا الصغرى الان ولا سيتي ووك زمان سيتي ووك زمان لانه سيتي ووك زمان كان في اشياء يعني العاب اشياء احنا نحبها ايوه الالعاب وما العاب وكذا ايوه طبعا للاسف كلنا نقول الرياض مع الاسف ايوه مع الاسف بس دحين صاروا مركزين على كل شيء اسيوي يعني اسيوي ما في حاجه اللي انا احبها انا ما احب الاسيويين يعني احبهم اسف بس ما يعجبني يعني اكلهم وكذا بس هم احلالهم ايش اكثر منطقه عجبتك في المكان عند الحديقه اليابانيه الحديقه اليابانيه منطقه ساكورا بمناسبه ايش بتروح الفعاليه بمناسبة ايش؟ بمناسبة فيفا كأس العالم للأندية صحيح كأس العالم للأندية ايش تتوقع الفريق اللي راح ياخذ الكأس؟ سيتي يعني ما انت اتحادية لا صراحة مع النفس اصفر بس لا 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 مستحيل كذا الاتحادين يزعلوا مننا صراحة انا اسوء اتحادين هو طبعا بالمناسبة بس ما احبكم ما بصراحة فريق يتأهل غير الاتحاد أيه. والبطولة اللي راحت اللي تأهل اللي هو الهلال ايش رايك في الدوري السعودي بعد النجوم العالميين جو الدوري السعودي هل صرت تتابع الدوري السعودي بصورة اكبر ايوه ايش الفريق اللي تشجعيه او النادي الهلال الهلال انت جماعة نيمار احب نيمار مرة يا ريتني كنت انا يا اخي بالمناسبة الثانية كاس العالم 2034 طبعا ما شاء الله تبارك الله انجازات المملكه العربيه جدا كثير في حيكون طبعا اكسبو 2030 وكمان كاس العالم بعد 10 سنوات كم راح يكون عمرك انا الحين عمري 21 بعد 10 سنوات كم راح يكون عمري ايوه والله انا ما اعرف احسب بس اتوقع 30 30 وكم تعطينا انا راح يكون عمري طيب 27 لا حول ولا قوة إلا بالله تديني مرة حماس 27 تزودها 20 سنة ثاني 43 سنة ما شاء الله تبارك الله باي باي والله الله يعطيك العافية شكرا على وقتك يا حنين و عفواً. الله يعطيك العافية شرفت فيكم الشرف لي الله يسعدك شكرا وبكذا يا ديالة تكون خلصت مقابلاتنا لليوم الله يعطيك ألف ألف عافية يعافيك مرة كان شيء صراحة فنان لازم تفرجوا لنا النهاية لا لا إن شاء الله إن شاء الله وأنت ما قصرت كمان إيش كان إحساسك وأنت أول مرة بتقابل الناس وتطلب منهم إنهم يصوروا مرة حلو إحساس جميل جميل أوكي واجهنا صعوبات شوية بس مرة كان حلو طبعا صراحة يا جماعة يعني للأمانة للأمانة ديالة اليوم تعبت صراحة طبعا الشباب ما عندهم أي مشكلة لا ما عندهم مشكلة الشباب تقول لهم يصوروا على طول يصوروا لكن صراحة صح البنات صح. شويه كده بيستحوا من الكاميرا وبيستحوا من التصوير في بعضهم يعني صراحه ما حابين يبانوا في الكاميرا يقول لك اوكي سوي معانا مقابله طيب انا سويت معاك مقابله على اي اساس تقول لك سوي معايا مقابله متنا الزينه طيب ايش فايده المقابله هو ده هو ده فصراحه يعني الله يديك العافيه على اليوم الجميل واتمنى يعني ان شاء الله باذن الله تعالى زي ما انت قلتي الحلقه توصل 200 الف ليش توصل 200 الف اكثر كمان شكلها اكثر من 200 الف ان شاء الله لانه كان في شخص مميز جدا جدا والحمد لله انه قابلناه يعني وصراحه كمان دي ارسل فيديو لحمود بحب الشخص ده جدا ان شاء الله تشوفوه خلال ورا يحبه اخوي لا لا الله يعطيك العافيه شكرا لك وان شاء الله انتظرونا في المباراه الافتتاحيه باذن الله تعالى انت اخذت تذكره مباراه ولا لا لا لسه ما اخذتها لا لا ان شاء الله ناخذها باذن الله تعالى خلاص النهايه علي انا باذن الله الله يعطيك العافيه تفضل يا حبيبي